معايا الحاج عبد الحميد من الغربيه. اتفضل. سامح. اهلا بيك يا حاج عبد الحميد. انا كنت مستني حضرتك النهارده يا بيه، عشان انت كنت قلت لنا يوم الاربعاء ان شاء الله بالنسبه للسقوى اللي قتلتها والمصرف المردود بتاع الارض الزراعيه. ايوه احنا بلغنا يا حاج عبد الحميد، انت كلمتني يوم الاحد تقريبا. الحد والخمس اللي قبل مني. ايوه انا فاكر، وانت قلت لي في مصرف عندنا عايز يتطهر وفي تعديات وفي ردم، واحنا بلغنا وكيل وزاره الزراعه في الغربيه ووكيل وزاره الري، واللجنه هتنزل ان شاء الله ممكن يكون بكره الصبح علشان يبتدوا. انت قلت لي كمان لما بنيجي ننزل الكراكه عشان التطهير في من بعض الاهالي بيعترضوا، فاحنا تواصلنا مع الزراعه ومع الري، وان شاء الله في خلال ايام هتلاقي المشكله بتاعتك دي اتحلت. يا فندم الارض اللي هو بتاع الراجل المعترض ديت ايجار، وهي ارض الاصلاح الزراعي اصلا. تمام، دي مش الجزئيه اللي احنا يا حاج عبد الحميد، مش دي الجزئيه اللي احنا مختلفين عليها. احنا عندنا مصرف دلوقتي عايزين نطهره، صح؟ ايوه. هو مغتصب ارض من الاصلاح، هو في مشكله ما بينه وبين الاصلاح، الاصلاح هياخد حقه والقانون هياخد مجراه وهيتعاملوا معاه. انت دلوقتي متضرر كمزارع من ان انت عندك مصرف ما بيشتغلش. تمام؟ أيوة. سيبني اتابع لحضرتك مشكله المصرف. طب على امتى ان شاء الله يا باشا؟ لا على امتى دي انا بتابعها مع المسؤولين، انا ما اقدرش اديك ميعاد محدد لان انت عارف مدى صعوبه المشكله. انت بتتكلم على ان اماكن فيها مصرف بقاله اكتر من سنه ما اتطهرش، خلاص المصرف ده ملامحه اختفت، ما حدش عايز يعترف ان في مصرف اساسا، ولا انا كلامي ده غلط؟ لا صح يا فندم. فحضرتك انتظر معانا، احنا خدنا بقى يعني، وانا مش جهه تنفيذيه، انا وسيلة إعلامية إرشادية بنتواصل مع المسؤولين نبلغهم المشكلة ونتابع حلها. فأنت بالتحديد دي مش في إيدي أنا، أنا اللي بعمله من خلال فريق الإعداد المحترم إن أنا بتواصل مع كل الجهات المعنية. بشكرك يا حاج عبد الحميد. بشكر حضرتك.